محمد الجزار، محمد يا محمد، محمد خلنا نقول هو من الأشخاص الجميلين الرائعين، محمد الإعلامي الجميل، مساك الله بالخير محمد. مساك الله بالنور والسرور يا صلاح، وتعالي ياي تعالي ياي، الأهلي خد البرونزية وفرح الملايين من مصر ومن المحيط للخليج. محمد انت الحين اليوم اتصالنا مختلف عن الاتصالات اللي يعني خلينا نقول تتصل فينا، نحن ما اتصلنا نسألك سؤال انك حققت البرونزية، اتصلنا فيك نقول لك يا محمد تعال ياي وخلك وياي، وانت مبدع بزيادة يا رائع ويا جميل، حبينا نشكرك من خلال برنامج فضفض على يعني المجهودات، على النقلة الإعلامية المميزة، على نقل الحدث من وإلى، وعطاء يعني متجدد كخلية النحل، كنت رائع مميز. يعني عندنا أخونا وزميلنا فيصل هاجري أيضا يشكرك شكر يعني جزيل وكبير، لأنك للأمانة تستحق الثناء وتستحق الحب وتستحق الجمال. حبينا نقول لك أنت يعني بالتلت يعني خلونا نقولها التلت شمال بتهز جبال، انت الكاس وانت الرجال وانت الجميل وانت الرائع، ودي لك عمري برضو قليل تستاهل. ربنا يخليك يا صلاح، شكرا ليك وشكرا لدكتور محمد السعدي وفريق الاعداد الجميل، شكرا لفيصل هجري، شكرا لاسره قناه الكاس اللي ادتنا الثقه وقدمتنا بصوره جميله لجمهور النادي الاهلي. لكن الحقيقه انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. قطر تستاهل مننا اكتر من كده وأضعاف مضاعفة، مهما نعمل أنا شخصيا، مهما أعمل ومهما أبذل من مجهود في حق البلد دي، ده بلد التاني، ده البلد ده. أنا جيت هنا صلاح وعندي 22 سنة، كنت لسه يدوب متخرج من الجامعة، الناس وثقت فيا، الناس أمنت بموهبتي، طوروني، ادوني ثقة كبيرة جدا، عمرنا ما حسينا ان احنا يعني أغراب عن البلد، لا بالعكس بنحس ان احنا في بلدنا. فالحقيقة قطر تستاهل الكتير، وربنا يا رب يدينا الصحة ويدينا طولة العمر، ونبقى لينا ولو دور بسيط ونساهم. أنا أمنية حياتي إن أنا ساهم ولو جزء بسيط إن شاء الله، إن بطولة كأس العالم قطر 2022 دي تكون زي ما إن شاء الله كل الناس بتتوقع، أفضل نسخة ونسخة تاريخية ونسخة استثنائية في تاريخ بطولات كأس العالم. وقطر تقدر على كده بجهود ولادها وجهود شبابها وشيوخها ومسؤولينها، الناس اللي بتشتغل في صمت، الناس اللي في ورا الكواليس ما حدش بيطلع ولا بيظهر ولا بيتكلم كتير، لا ناس بتشتغل بحب، ناس مضيافه بتحب غيرها، ما بيسيئوش لحد، ما بيغلطوش في حد، دايما صدرهم واسع ومفتوح وبيتقبلوا النقد وبيتقبلوا الراي الاخر. فالحقيقه دي اول نقطه عايز اتكلم فيها. النقطه الثانيه هي النادي الاهلي. الاهلي ده كيان كبير جدا وحاجه عظيمه بنفتخر بيها، بنفتخر بانتمائنا ليها، بنفتخر ان احنا اهلاويه، لان الحقيقه النادي الاهلي يا صلاح اللي شاف جماهير النادي الاهلي وعاش وسطيها خلال العشر ايام اللي فاتوا هيعرف يعني ايه النادي الاهلي وتاريخه وعراقته واسمه الكبير جدا. فبرضه اللي تقدم واللي اتعمل ده في تغطيه لاخبار النادي الاهلي انا شايفه حاجه بسيطه جدا وجزء من مسؤوليه علينا ومن واجب علينا تجاه النادي الاهلي، لازم نرده في كل وقت وفي اي مناسبه تكون موجوده. فانا بشكرك جدا على الكلام اللي انت قلته، وبشكر جمهور النادي الاهلي على محبتهم وعلى كلامهم وعلى رسائلهم، وبشكر كمان يا الجزار تستاهل تستاهل المشاريع والارث اللي كانوا بيدعمونا وبيدونا الثقه على طول بيتواصلوا معانا كل المسؤولين عن الكوره في قطر. شكرا ليكم، يا رب دايما نكون عند حسن الظن وعلى قدر المسؤوليه الكبيره دي. الله يعطيك العافيه الجزار، حبينا نشكرك حقيقه وتسلم يا غالي، انت كاس العالم للانديه في هذه النسخه وكنت البطل، وشاكرين لك هذا الاتصال الجميل، حبينا فقط نقدم لك الشكر وبارك الله فيك، كنتوا دائما وابدا معانا بالحلوه والمره، فنقول جميعا فضفض وشيل الهم وتكلم تكلم، نلتقي ان شاء الله في مناسبات جميله وفي الدوري انتظرونا في فضفض.